النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى وأشرك أهله، فدل هذا على ماذا؟ وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، دل هذا على أن الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، ولو كثر عددهم. وهذا هو الصواب، خلافا لمن قال لا تجزئ الشاة إلا عن شخص واحد في البيت، لكن الأدلة دلت على أن الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. لكن تأتي مسألة أخرى، وهي لو أن أهل البيت من زوجة أو بنت أو ولد أرادوا أن يضحوا بأضاحي من غير أضحية صاحب البيت، ألهم ذلك؟ كما قلنا بعض العلماء يقول بذلك، بل يقول إن الأضحية الواحدة لا تكفي عن أهل البيت وإنما عن شخص واحد، لكن كما قلنا الصحيح أنها تكفي. فدل هذا على أن هناك قولا يقول بهذا، بل قال الإمام مالك رحمه الله كما في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، قال أستحب قول ابن عمر من أن أهل البيت يضحون بأكثر من أضحية لكل شخص لأنه أكثر أجرا. ومن ثم فإن البنت أو الزوجة أو الأولاد لو أرادوا أن يضحوا فالأدلة تدل على ذلك من غير ما ذكر من أقوال العلماء السابقين، واستحباب مالك لقول ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا مما يدل على الجواز أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما في صحيح البخاري معلقة وجاء موصولا بسند صحيح، من أنه كان يأمر بناته أي يضحين بأيديهن، يعني أنهن يذبحن بأيديهن الضحايا، أي يضحين بأيديهن. فإن كن هؤلاء البنات لم يتزوجن فإنهن ضحينا غير أضحية أبيهم الذي هو أبو موسى، وإن كن متزوجات فإنهن ضحينا بأضاحي غير أضحية الزوج. فهذا دليل. دليل آخر ثبت عند ابن ماجه من أن أبا سريحة قال رضي الله عنه حملوني أهلي على الجفاء، وإن الرجل لكان يضحي بالشاه وبالشاتين عنه وعن أهل بيته وإنهم ليبخلوننا. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنه فيما مضى كان يضحى بأكثر من أضحية في البيت لقوله وإنه كان يضحى بالشاه قال وبالشاتين عن الرجل وعن أهل بيته وإنهم ليبخلوننا، يعني أنهم ينسبوننا إلى البخل إذا اكتفينا بواحدة، مع ماذا؟ مع أنه يقول رضي الله عنه من أن الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته وكذلك الاثنتان تكفيان. وأما ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين، قال أنس كما بينت ذلك رواية النسائي، قال أنس رضي الله عنه وأنا أضحي بهما، فلا دلالة في هذا الحديث على أنه رضي الله عنه كان يخصص شاة للأمة، وإنما هذا الفعل منه رضي الله عنه يدل على أنه كان يضحي بهذين الكبشين عنه وعن أهل بيته، كما دل ذلك حديث أبي سريحة كما مر معنا من أنه قال كان الرجل يضحي بالكبش وبالكبشين عن الرجل وعن أهل بيته. أما ما جاء عند الإمام مالك في موطئه وعند الترمذي من أن عطاء رحمه الله سأل أبا أيوب الأنصاري عن الأضاحي، قال أبو أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته حتى أصبحت مباهاة بين الناس، قال حتى أصبحت مباهاة، هذا لا يدل على المنع. لما؟
لأن المقصود من ذلك المباهاة التي لا يراد بها وجه الله، أو الإرادة منها الازدياد غير المحمود. أما ما كان لله عز وجل فإن الحرص على ما هو عظيم في الأضحية هذا دلت عليه الأدلة، منها ما ثبت عند أحمد كما مر معنا: ضحى بكبشين عظيمين سمينين صلوات ربي وسلامه عليه. فدل هذا على أنه لا إشكال في ذلك، إن اكتفى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كثر عددهم فله ذلك. من أراد من أهل البيت من غير أضحية صاحب البيت أن يضحي بأضحية من بنت أو زوجة أو ولد فله ذلك ولا جناح، والأمر في ذلك ولله الحمد واسع. ومما يدل عليه أيضا عموم النصوص: فصل لربك وانحر، وهذه الأيام من أعظم الأيام التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل بالذبح.